كويس ان انا افتكرت يعني موضوع الريكورد ده. هعمل بقى كالمعتاد ميوت اول، واللي محتاج سؤال هيريز هاند، ونفس السيستم بتاعنا يعني. اوكي، النهارده ان شاء الله بقى القعده الثالثه في الهيماتولوجي. الموضوع زي ما بنتكلم لطيف خالص، وانت بدات تعرف بقى بيزكس يعني كويسه جدا، والنهارده الامور هتوضح بشكل كبير خالص. كنا وقفنا المره اللي فاتت على هيموليتيك انيميز، مش كده؟ وكنا شفنا التعريف بتاعها، وان القصه ان الار بي سيز اللايف سبان بتاعها بيشورتن، والبون مارو بيحاول يعوض. تظهر الانيميا لما يبقى التكسير معدله اعنف واكبر من قدره البون مارو على ان هو يبدا ايه يكمبنسيت الحكايه دي. وشفنا ان ممكن يحصل اكسترا فاسكولار اللي هو سبلين يعني، او انترا فاسكولار جوه ايه جوه السيركيوليشن. تمام كده. وشفنا بقى اسباب اللي كانت بتتقسم كورباسكولار واكسترا كورباسكولار. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الديزيز دي ايه واحد واحد يعني. بعدين اتكلمنا على جنرال فيتشرز كده لعين الهيموليسيس لحد الكرايسيس، مش كده؟ تمام. تعالى نتكلم بقى النهارده على ازاي بتنفستيجيت عيان عنده ايه هيموليتيك انيميا. كويس تمام. تعالى نعمل لك دياجرام كده صغير، هتلاقيه عندك في الكتاب، هنبص عليه. لو هنا كده على الشمال في بون مارو، طبعا رسمه البون دي فيها غلط يعني، انا برسمها الرسمه دي عشان تعرف ان ده بون يعني، اوكي؟ لكن ده لونج بون. الحقيقه البون مارو اللي بيجنريت مش هنا الفلات بونز يعني، واخد بالك؟ لكن بس دي رسمه توضيحيه يعني، انا اقصد هنا البون مارو. خلاص كده تمام. فادي البون مارو اللي بيصنع ار بي سيز، اللي المفروض هتقعد في السيركيوليشن يعني الفتره بتاعتها 120 يوم، وبعدين تروح تتكسر في سبلين هنا كده. ده النورمال يعني. تعال نشوف لو في حد عنده بريماتور ديستراكشن، او في حد عنده اللايف سبان بتاع الار بي سيز بقى ايه شورتن، ازاي بقى ان احنا انفستيجيت الحكايه دي. واحد طبعا كالمعتاد هتروح عامل السي بي سي، مش كده؟ ففي السي بي سي هتبص تلاقي الريد بلاد سيل ماس قلت، يعني هيموجلوبين وكاونت وهيماتوكريت، الكلام اللي انت عرفته بقى. ازاي هتبدا تقرب ان دي ممكن تكون هيموليتيك انيميا؟ الكلمه الاولى انها نورموسيتيك، مش كده؟ نورموكروميك انيميا. لو تفتكر لما كنا بنقول الام سي في وذ نورمال، مش كده؟ اللي هو 80 ل 100، كنت انت بتقعد تفكر كده في شويه اسباب، منها اكيوت هيموريدج او هيموليسيس او البون مارو ما بيصنعش. افكرك بيهم كده، ان البون مارو اللي هي النورموسيتيك انيميا وام سي في من 80 ل 100 فيمتوليتر، مش كده؟ تمام. كنت بتقول ايزر ان البون مارو ما بيصنعش، او بيصنع والار بي سيز بتفقد اكيوتلي مش كرونيك، لان احنا شفنا ان الكرونيك ده ايرون ديفيشنسي انيميا، او انه بيصنع وبتتكسر، مش كده؟ هيموليسيس، او انيميا اوف كرونيك ايلنس، او انيميا اوف اي اورجان فيلير. هنشوف الكلام ده ان شاء الله واحنا ماشيين. فبتلاقي انيميا نورموسيتيك نورموكرونيك انيميا. فبتقول والله انا بفكر من شويه احتمالات، كويس كده؟ اللي بيقربني، خلي بالك ان في شويه اكسبشنز كده هاجي لها بعد شويه. اللي بيخليني اقول ان دي بقى انيميا نورموسيتيك نورموكرونيك انيميا، احتمال تكون بسبب هيموليسيس، احتمال تكون بسبب هيموليسيس، ان البون مارو بيحاول يعوض. خلاص، ايه الايفيدنس بقى بتاعك ان البون مارو بيحاول يعوض؟ بيحاول يصنع ار بي سي زياده، فبيروح مطلع نسبه ريتكس زياده، فتلاقي زياده في الريتيكولوسيتيك كاونت. البون مارو بيحاول يعوض اهو، فيروح مطلع ريتيكولوسيتيك ايه ريتيكولوسايتس زياده، اللي هي المرحله اللي قبل الار بي سيز لو تفتكر، اللي هي اكبر شويه وكانت نسبتها نورمال 1% ما تتعداش يعني ايه 2%. كويس كده. وممكن نلاقي ان مع زياده انتاج البون مارو للار بي سيز يزود شويه انتاج وايت بلاد سيلز، ويزود شويه انتاج بليتليتس، ونسمي ده رياكتيف. اوكي، نسمي ده رياكتيف ليوكوسايتوزيس اند رياكتيف ثرومبوسايتوزيس. مش بارقام عاليه قوي يعني، مش حاجه كبيره خالص، لكن ممكن نشوف زياده كبيره او زياده صغيره، اسف، في رقم الوايت بلاد سيل كاونت او رقم مين البليتليتس. اقول اه دلوقتي كده اصبح ايذر ان في تكسير او في فقد. اوكي، طبعا الاكيوت هيمرج واضح ان في حد بيفقد لسبب ما كميه دم دلوقتي، ده كيس سيناريو واضح يعني. اوكي، لكن ياكد لك اكتر في التحاليل او في الكيس اللي انت هتشوفها او في الام سي كيو بتاعك ان ده عايز بيه الهيموليسيس، ان هو هيديك حاجتين كمان اهو. الفكره القديمه جدا في الميديسن ان خلايا بتتكسر، فشوف انزيم او بروتين يبقى موجود جواها وبيطلع بره وقيسه، ولو زياده يبقى الخلايا دي بتتكسر. مين بقى الانزيمز اللي انا هقيسه؟ شفنا الفكره دي في الكاردياك انزيمز، وهنشوفها في الليفر انزيمز، وهنشوفها كتير خالص. مين بقى الانزيم هنا اللي بيبقى موجود جوه الار بي سيز، ولما الار بي سيز تتكسر يطلع براها وقيسه في الدم، لو عالي اقول ان في احتمال تكسير ال دي اتش، اه زياده في ال دي اتش بلس. خلي بالك ان الهيموجلوبين اتكسر زياده، ففي انتاج زياده للاندايركت بيروبين اللي ممكن يكون الليفر ما اخدهوش كله، فممكن يكون في زياده في الاندايركت بيلروبين كمان. كويس كده. نعيد تاني بقى، انت هتعمل السي بي سي، ففي السي بي سي هتلاقي انيميا،
ايه اللي هيخليني اقرب او اروح ناحيه ان دي ممكن تكون هيموليتيك انيميا، ان الانيميا دي تبقى نوعها نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، وفي ايفيدنس ان البون مارو بيحاول يعوض التكسير ده. محاوله التعويض دي هتبقى في شكل ايه؟ هتبقى في شكل زياده في الريتيكولوسايتس، مع احتمال يكون في زياده كمان رياكتيف في عدد كرات الدم البيضاء وفي عدد مين البليتلتس. طيب ما ده ممكن يحصل في محاوله لتعويض هيموليسيس اور ايفن هيمرج، كويس كده؟ ايه الايفيدنس عندك في الكيز او في الام سي كيو اللي هيخليك تروح ناحيه اه لا ده عايز الهيموليسيس على كتير؟ هيدي لك زياده في اثنين، هيدي لك زياده في ال دي اتش وهيدي لك زياده كمان في الاندايركت ايه بيليروبين. ده ريجاردنج مين بقى؟ السي بي سي ومين والكيمستري. عندنا شويه انفستيجيشنز ثانيه ممكن تساعدني، منهم فور اكزامبل على سبيل المثال انك تبص على البلاد فيلم، لو تبص تحت الميكروسكوب يعني على البلاد فيلم، ده يساعدك كتير جدا جدا. يعني لو قلنا ان في نورموسيتك نورموكروميك انيميا وذ ريتيكولوسايتوز، كويس كده تمام، وبعدين بصيت على البلاد فيلم لقيت فيه تارجت سيلز، كويس كده، تفتكر ده ممكن يطلع مين؟ فده سؤال. ليفر يا دكتور. ايه ليفر؟ ليفر ما هو كان بالليفر ثلاسيميا. ثلاسيميا وليفر ده ممكن يكون ثلاسيميا على طول. طب لقيت شيستوسايتس مثلا، واخد بالك، ما يبقى ده في ميكانيكال انترا فاسكولار هيموليسيس، مش كده؟ تمام. فالبلاد فيلم، البلاد فيلم ممكن يساعدني في انه يقول ان دي هيموليسيس وكمان احتمال يكون السبب كذا. فالبلاد فيلم هو من الحاجات اللي بتساعدني. طيب كمان ممكن اخد عينه من البون مارو، اوكي؟ يعني هو بص الاساس في الدياجرام الشويه اللي في النص دول مع شويه اكسبشنز هكلم فيها بعد شويه، ان العيان نورموسيتيك نورموكروميك انيميا وزريتيكولوسايتوزس واحتمال رياكتيف زياده في كرات الدم البيضاء وفي البليتلتس مع زياده في ال دي اتش وفي البيلروبين اللي بيخرجوا بره الار بي سيز اللي بتتكسر الاثنين اللي تحت دول، كويس؟ في شويه انفستيجيشنز ثانيه اضافيه ثلاثه كمان ممكن استخدمهم على الدياجرام اهو. ممكن ابص على بلاد فيلم، ممكن ابص على عينه من بوم مارو، او ممكن ادور على ايفيدنس بيقول ان السبلين بيكسر. انت خدت بالك الدياجرام بتاعك ماشي ازاي؟ طيب لو بصيت على البلاد فيلم اتكلمني، لقيت بقى تارجت سيلز، لقيت شيستوسايتس، لقيت سفيروسايتس هنتكلم عليها دي بعد شويه، يقول لي اه ده هيموليسيس وده كمان سبب الهيموليسيس كذا. ممكن اخد عينه من البوم مارو، لو خدت عينه من البوم مارو تتوقع تلاقيه عامل ازاي؟ ريجاردنج عدد السيلز اكيد هايبر سيلولر في محاوله للبوم مارو انه يعوض، مع اكسبشن في شويه اكسبشنز هقولها، بس الاقي البوم مارو هايبر سيلولر بيحاول يزود الانتاج، تمام. تحليل ثالث او يعني مجموعه بقى ثانيه بتحاول تدور على ان في ايفيدنس على تكسير، والتكسير ده كمان ممكن يكون فين. فهيعمل ايه بقى؟ هيجيب ار بي سيز عمرها صغير او ما بقاش قوي حد يعمل التحليل ده يعني، بس موجود في الليترشر عشان خاطر برضه لو اتسالت عليه او قابلته في الامتحان يعني. هيجيب ار بي سيز موستلي يعني بيجيب ريتيكولوسايتس عمرها صغير، عمرها تقريبا يوم، وانت طبعا هتقول لي بعد شويه ليه هو اختار يعني الايه الاختيار ده. وبعدين يعمل لها ليبلنج ويز كروميوم، فتبقى كروميوم ليبلد ار بي سيز، مش هياخد عين الدم كامله ويروح كل الار بي سيز يحط عليها كروميوم، هيختار ار بي سيز صغيره في العمر ريتيكولوسايتس، كويس كده تمام، يروح حاطط عليها الكروميوم ده ويروح مرجعها تاني السيركيوليشن، ويفضل يتابعها كل يوم بالجاما كاميرا، كويس كده. كده هو هيستفيد ايه؟ هيستنى لحد ما تختفي كده، هي اتكسرت، كويس كده. كده استفاد هو حاجتين، واحد اتكسرت بعد كام يوم فبيقدر يديتكت ان في فعلا شورتنج اوف ذا لايف سبان اوف ذا ار بي سيز. المعلومه الثانيه ايه بقى؟ اتكسرت فين، بيعرف يشوف هي اتكسرت في سبلين، اتكسرت فين مكان تكسيرها بالظبط، وده اسمه كروميوم ليبلد او كروميوم تاجد ار بي سيز. هيديتكت بيه حاجتين، واحد ان عمر الار بي سيز بقى قصير، الحاجه الثانيه هي بتتكسر كمان فين. تفتكر ليه اختار ريتيكولوسايتس عشان يعمل لها تاجنج او ليبلنج بالكروميوم؟ حد يقول لي؟ عشان هو عارف اللي هو يعني عندها كم يوم، قعدت كم يوم بالظبط كده، لان هو ممكن ياخد عين الدم ويعمل كروميوم تاجنج او كروميوم ليبلنج لاي واتيفر، مش عارف هم قعدوا قد ايه، ممكن يكون عمرها اصلا 100 يوم وتتكسر بعد 20، ده مش بريماتيور، واخد بالك، فمحتاج ياخد ايه بقى ار بي سيز في اول الايه بقى اللايف سبان بتاعها. فدي الخريطه العامه للانفستيجيشنز. تعالى نحط كده هايلايتس على كام حاجه. الخريطه العامه للايه؟ للانفستيجيشنز بتاعتك اهي اللي موجوده في الدياجرام، والامور فيها ايه؟ بسيطه، اوكي كده. عندي بقى شويه اكسبشن، اتفقنا، تعالى نراجعهم تاني ونضيف عليهم بقى الاكسبشنز الايه الصغيره دي، اوكي. اتفقنا ان في السي بي سي كده مبدئيا خالص عندك نورموسيتك نورموكروميك انيميا وذ ريتيكولوسايتوزس، ماشي، ده الاساس. هاويفر بقى
انها ممكن تكون مايكروسايتوزس، اي مش نورموسيتك نورموكرومات، ممكن تكون مايكروسيتك. فين بقى؟ في اشهر انواع الهيموليتك انيميا اللي هي مين بقى؟ الثلاسيميا. الثلاسيميا هنتكلم بقى على الثلاسيميا النهارده ان شاء الله، وهناخد كده فكره حلوه خالص عن الموضوع. احيانا تكون كمان ماكروسيتك اهي، كويس كده تمام. يبقى الاساس انها تبقى نورموسيتك نورموكروميك انيميا ويز ريتيكولوسايتوزس، اتفقنا. هاويفر في تو اكسبشنز، ممكن تبقى هيموليتك انيميا ويز مايكروسايتوزس، ركز في دي بقى، وده عين الثلاسيميا بس هيديك الفيتشرز الثانيه، يعني هيقول لك الريتيكولوسايتوزس والال دي اتش والاندايركت بيلروبين وحاجات ثانيه هنشوفها بعد شويه. وممكن كمان تكون هيموليتك انيميا ويز ماكروسايتوزس، والماكروسايتوزس ده ليه ايه بقى؟ ليه تفسيرين. ايذر ماكروسايتوزس يحصل بسبب ماركد ريتيكولوسايتوزس، ان البون مارو صنع ريتيكولوسايتس كتير جدا 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 لدرجه انها دخلت في المعادله بتاعه الام سي في، فعلت الام سي في شويه، ادي واحده بس مش مشهور قوي. او انه يكون استهلك الفوليك اسيد والبي 12 فراح قلب ميجالوبلاستيك، كويس. خلي بالك الاكسبشنز دي اعلم عليها طبعا، ومهمه جدا عشان خاطر مين؟ الام سي كيو. اوكي، يبقى الرول ان احنا بنتكلم على نورموسيتك نورموكروميك انيميا ويز ريتيكولوسايتوزس، خلاص كده. في اكسبشنز انها ممكن تبقى مايكروسيتك مع الثلاسيميا، او ماكروسيتك لو في ريتيكولوسيتك كاونت زياده، او استهلك البي 12 وفوليك اسيد فقلب ميجالوبلاستيك او ميجالوبلاستيك كرايسيس. الجزء الثاني من الجمله هي نورموسيتك نورموكروميك انيميا ويز ريتيكولوسايتوزس، ممكن نلاقي ريتيكولوسايتوبينيا مش ريتيكولوسايتوزس. امتى؟ في الابلاستيك كرايسيس اهي، ودي ملحوظه ايه الثانيه، وليها لينك دلوقتي هتكلم عليه بعد شويه حالي. برضو ده ام سي كيو، انك ممكن تلاقي هيموليتيك انيميا ويز ريتيكولوسايتوبينيا مش ريتيكولوسايتوزس. امتى؟ لما العيان يبقى في ابلاستيك، ايه بقى؟ في ابلاستيك كرايسيس، كويس. حد فاكر الابلاستيك كرايسيس دي؟ حتى يقول لي الانفكشوس ايجنت اسمه ايه؟ بارفو فيروس. اكسلنت يا شباب. بارفو فيروس بي 19 اللي هو كان يعمل ديبنينج للانيميا، بس ما فيش بقى جوندس وما فيش ريتيكولوسايتوزس، ما فيش زياده في البروبين. لو ايه؟ لو تفتكر من نفس فكره الريتيكولوسايتس دي، هنروح رايحين لاخر بقى ملاحظه انا عايزها، البوم مارو. البوم مارو في الاساس يبقى ايه؟ هايبر سيلولر، خلاص كده تمام. ماشي الحال، الا لو كان العيان دخل في ابلاستيك كرايسيس فيبقى هايبوبلاستيك، عدد الخلايا اقل، او دخل في ميجالو بلاستيك كرايسيس فيبقى ايه؟ ميجالو بلاستيك، كويس كده. يبقى انا عندي الدياجرام اللي فات ملخص لك الفريم العام اللي انت بتمشي عليه، والبيز بتاع عيان الهيموليتيك انيميا انت بتعمل له انفستيجيشنز ايه وبتمشي فيه ازاي. هاويفر عندي اكسبشنز بس صغيره خلي بالك منها، انه ممكن يبقى مايكروسيتك، ممكن يبقى ماكروسيتك، ممكن يبقى ريتيكولوسايتوبينيا، او ممكن يبقى البون مارو اكزام بتاعه هايبوسيلولر، او يكون ايفن ايه؟ ميجالوبلاستيك. تمام كده، اتفقنا. حلو خالص كده، احنا بنتكلم على ايه؟ ان العيان اوري الدياجرام بتاعك مهم، لا مملك الدنيا كلها، حط بس عليه الاكسبشنز او خلي بالك من الاكسبشنز. كده احنا قلنا ايه بقى؟ كده ايوه اتقول يا دكتور، هو يعني ايه ميجالوبلاستيك بون مارو؟ يعني بص، انت يمكن ما شفتش الفيديو بتاع المره اللي فاتت، بس هوضح لك كده بسرعه. البون مارو هايبر اكتف، عمال يحاول يصنع كتير، كويس كده. وعشان يصنع ار بي سيز محتاج بريكورسرز، مش كده تمام. منهم الحديد والبي 12 والفوليك اسيد وكذا، كويس. لو البي 12 والفوليك اسيد استهلكوا في محاوله التعويض دوت، اوكي، يقلب نوع من انواع الانيميا اسمه ميجالوبلاستيك انيميا، ده هنشوف الحصه الجايه على طول، كويس. اللي هو بيحصل ايه يعني؟ هم دول مهمين عشان خاطر ايه؟ ايوه عايز طبعا. ثانيه واحده، لو اعظم بس عشان تندن. مهمين في ايه البي 12 والفوليك اسيد؟ مهمين عشان الديفيجن، ماشي يا توني؟ تمام معايا؟ تمام معاك. يحصل ايه بقى؟ يحصل ان الهيموجلوبين يتضاعف والسيتوبلازم يتضاعف، بس الخليه ما تنقسمش، خدت بالك؟ فتبقى ميجالوبلاستيك كبيره كده. فده انا هشوفه في البون مارو ولا ايه؟ انا ماشي، هتشوفه في البون مارو وفي البريفرال بلاد. تمام يعني هتشوفه في الميجالوبلاستيك كرايسيس، اسمها كده ميجالوبلاستيك كرايسيس، استهلكت. تمام. بقى البريكورسرز البي 12 والفوليك اسيد، فالخلايا ما بتنقسمش. وافكركم بحاجه صغيره، كانت الخلايا في الاول في اللاين اوف جروس ده، تمام، بتاع الانتاج، الخلايا في الاول تبقى كبيره وفيها نيوكليس، وكل ما تتقدم في اللاين بتاعها عشان تنتج الماتيور سيلز تبقى اصغر، مش كده، وتتخلص من النيوكليس. هنا بقى حصل ايه؟ حصل اريستنج للديفلوبمنت،
بسبب غياب البي 12 الفوليك اسيد. يعني كبرت هي كبيره كده عايزه تنقسم بقى وتكمل مش هتعرف بقى واخد بالك، فيبقى اسمها ميجالوبلاست كبيره كده. اتفقنا؟ عايز قولي عايز اتفضل دكتور معلش، هو البارفو فيروس هو اللي بيعمل هيموليسيز ولا هو بيعمل ابلاستيك واسوشيتد في حاجه تانية تعمل هيموليسيز؟ البارفو فيروس هو اللي بيعمل ابلاستيك كرايسيس. خلاص كده تمام. مين اللي بيعمل هيموليسيز بقى؟ انفيكشنز اوفر اول، اي انفيكشن تعمل هايبر بليزيا وفيتيكولوسيلير سيستم ايفن دور بارد. يعني انا بتكلم ان هو ممكن يكون عيان عنده هيموليسيز وفي نفس الوقت عنده بارفو فيروس عمل له ابلاستيك. لا ما لا مش الاثنين مع بعض يا عز بقى، مش ممكن بقى واخد بالك. طيب وانا برضه كده بسال. لا يعني حضرتك قلت ده ممكن بون مارو اكزامينيشن فعيان الهيموليتيك يطلع هايبوبلاستيك. يطلع لو كان ابلاستيك كرايسيس. بس خلي بالك من حاجه صغيره يا عز، هو انت لو انت متوقع السيناريو اللي احنا بنتكلم فيه ده، هل انت فعلا اكشوالي بتحتاج تعمل كل الفحوصات ديت ولا الامور بتبقى واضحه الى حد كبير؟ بالظبط. تمام واضحه. يعني احنا يعني هل احنا مثلا لو انت يعني هل احنا بنعمل الكروميوم تاج ده ار بي سي ده خالص واخد بالك؟ لا لكن يعني جاست ده for teaching and basic knowledge. اوكي عمر عجزة كان عايز سؤال، اتفضل يا عمر. يا دكتور هو هنا بالنسبه للمجال بلاستيك انيميا دلوقتي المشكله crisis. عندي مفيش فوليك اسيد كرايسيس. تمام اوكي اتفضل. فانا لما اديله فوليك اسيد هل هنا هو هستنى التحسن بتاعه بعد ال يعني بص يا عمر برافو عليك بقى، انا عايز اقول لك حاجه ظريفه جدا. خلاص كده essential في التريتمنت يوم ما يجي لك تريتمنت اوف اني هيموليتيك انيميا فوليك اسيد سبلمنتيشن ده اسينشال. انت ما بتستناش انها تحصل واخد بالك. يعني انت مش لو حصلت انت مش يعني دي بسرعه ولا بيجيب لك لا رابيد ريكفري. رابيد ريكفري خلاص بيحصل، بس مش هيريكفر للنورمال، هيرجع تاني للبيس بتاعه اللي هو هيموليتيك. النورمال بقى هيبقى يعني السايكل الجديده الايه يعني النورمال هيبقى في الدم اللي هيتكون لسه جديد كده رجع للبيس لاين بتاعه اللي هو الديسيز ده اصلا. اوكي لا ما انا مش فاهم. بص مش هو عيان هيموليتك خلاص، هو عيان هيموليتك هو جسمه اسمه هو عيان هيموليتك انيميا والقصه ساءت قوي عشان خاطر الفوليك اسيد ناقص كويس كده. فانا اديت له الفوليك المفروض اكون انا مديله الفوليك اسيد اصلا من الاصل عشان ده ما يحصلش. اوكي لكن سي ان العيان ما خدش، يعني انا اديت فوليك اسيد والعيان ما اخدوش، قال ده ايه لازمته مش عارف ايه بتاع بيحصل كويس كده تمام. طيب فراح دخل في مجال البلاستيك كرايسيس، هنا انت هتدي له فوليك اسيد عشان يتصلح الكرايسيس، لكن مش هيتصلح هو بقى للنورمال، هيرجع تاني هيموليتك زي ما هو واخد بالك. يعني هيرجع هيموجلوبينه تاني على الثمانية وعلى السبعة والحاجات مش هيبقى أربعة. تمام. بس انا حليت المشكله دي يعني انا حليت مشكله الفوليك اسيد بشكل عام يعني. ايوه بس ولازم يمشي عليه اسينشال في التريتمنت بتاع اي اصلا هيموليتك انيميا اللي انت هتاخدهم بعد شويه، كله لازم نكتب فيه فوليك اسيد اساسي خلاص. فور لايف بقى الفوليك اسيد فور لايف لحد ما يتصلح اذا كان هيتصلح. اوكي تمام كويس قوي. فاحنا دلوقتي شفنا ان العيان ده هيموليتك انيميا كويس كده تمام، وعرفنا ان العيان ده كده وبالار بي سيز بتتكسر والال دي اتش زياده وريتيكولوسايتوزيس ولا في كرايسيس ولا لا ان سو اون. عندي بقى ايتم مهم جدا 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 جدا، طيب اعرف منين ان العيان ده التكسير انتروفاسكولار؟ واخد بالك؟ خلي بالك بقى معايا ايه الفرق الرئيسي ما بين انه يكسر انتروفاسكولار او انه يكسر اكستروفاسكولار. اتكلمنا ان الفرق الرئيسي ان في انزيمولوناري ان في انزيمز بالظبط بالظبط ان في انزيمز موجوده في السبلين هي اللي هتتعامل وهتبروسيس الهيموجلوبين اللي طلع ده. انا عايز الهيموجلوبين اللي طلع ده اخده واعمل هيم وجلوبين والهيم اقسمه الايرن وبروتوبورفرين والايرن ده اعيد تدويره مره ثانيه كويس كده. الانزيمز دي موجوده في السبلين مش موجوده جوه مين؟ جوه السيركيليشن. فهيحصل ايه بقى؟ ان هو هيكسر انتروفاسكولار فالهيموجلوبين بقى فري خلاص كده. يعني الهيموجلوبين بقى فري فاقدر اقيسه. فرقم 2 اهي فري هيموجلوبين از سيروم، ده كده إيه؟ امتى اقول ان دي كده ايه انتروفاسكولار هيموليسيس؟ ان نلاقي هيموجلوبين فري في السيروم. واحده واحده بقى لما يبقى فيه هيموجلوبين فري اوكي ممكن يروح ينزل في الكدني خلي بالك كده، والاقي في اليورين هيموجلوبين اللي هنسميه ايه بقى هيموجلوبينوريا كويس. يبقى الاقي هيموجلوبين في الدم وهيموجلوبين في اليورين فري هيموجلوبين في السيروم اند هيموجلوبينوريا. خلي بالك بقى من حاجه صغيره، بما ان خلايا الجسم عارف ان الهيموجلوبين ده المفروض ان في حديد مهم وان انا معتمد في الحديد على خلايا التدوير، يقول لنا مين بقى اللي هيروح يتطوع بالوظيفه دي؟ التوبولر سيلز. بص كده الخلايا بتاعه التوبيولز بتاعه النفرون اوكي تمام. الهيموجلوبين اهو كده ومعدي مع اليورين، تروح التوبولر سيلز دي تعمل له ابتيك
في محاوله يعني ان هي ترجعه تاني مين السيركيوليشن. الفكره في ايه بقى؟ ان الهيموجلوبين هيبقى ترابد فيها اوكي ويتحول الى هيموسيدرين، وبعدين بقى توكسيك للتوبلر سيلز دي، تروح التوبلر سيلز دي واقعه بيه. واخد بالك ازاي؟ اصبح في اليورين دلوقتي ممكن نلاقي حاجه من اثنين، ممكن نلاقي الهيموجلوبين نفسه هيموجلوبينوريا وده ايميديت، او لو الحكايه بقى استمرت لفتره ممكن نلاقي الهيموسيدرين اوكي اهو. فنسمي ايه بقى؟ ان انا الاقي في اليورين هيموجلوبينوريا او هيموسيدرونوريا. مره ثانيه، هيموجلوبين بقى فري في السيروم اوكي كده، واحد من المسارات انه يقع مع اليورين اوكي كده تمام. التوبلر سيلز هتحاول تعمل له اوبتيك عشان عايزين الحديد اللي جواه، بس الحقيقه ان في شويه هيبقوا ترابد جوه التوبلر سيلز، ويتحول بقى للتوكسيك كومبوننت اللي اسمه هيموسيدرين، والهيموسيدرين ده بقى توكسيك للتوبلر سيلز، فالتوبلر سيلز دي تبقى نيكروتيك وتروح واقعه بجوه اليورين، فيبقى عندي هيموسيدرونوريا. يبقى في الاول هيموجلوبينوريا وبعد شويه بقى في هيموسيدرونوريا. طيب بما ان الهيموجلوبين توكسيك للخلايا بهذا الشكل، يعني لو اتراكم جوه الخلايا هيعمل هيموسيدرين وده توكسيك لهذه الخلايا، في بقى عندي كومبنسيشن ربنا خلقه، هو عباره عن ايه؟ تو بروتينز، بروتين اسمه هابتوجلوبين وبروتين اسمه هيموبيكسين. خلاص كده، دول بقى القصد منهم ايه؟ دول تو بروتينز لو لقوا فري هيموجلوبين في السيركوليشن يروحوا واخدينه ورايحين بيه على سبلين، خلاص، في محاوله انه يعمل فيه ايه؟ بروسيسنج. كويس كده. طيب لو في حد عنده انترا فاسكولار هيموليسيس وقست انا مستوى الهابتوجلوبين والهيموبيكسين، واخد بالك ازاي؟ تلاقيه عامل ازاي؟ هتلاقيه قليل، مش كده؟ يعني هم اصلا ليهم مستوى معين في الدم، تمام؟ مستنيين ايه؟ مستنيين لو في اي فري هيموجلوبين موجود ياخدوه يروحوا بيه على مين؟ على السبلين. لو في انترا فاسكولار هيموجلوبين، خلاص كده، هيروحوا واخدينه ورايحين بيه على السبلين. لو انا قستهم بقى يطلعوا قليلين، فبالتالي نقص الهابتوجلوبين ونقص الهيموبيكسين اشاره على انهم مستهلكين بسبب وجود انترا فاسكولار فري هيموجلوبين، بس ده بشرط طبعا مهم جدا ان يكون الليفر صنعها اوكي، لكن سيب دي على جنب دلوقتي. فيبقى بالتالي اهو خلينا نمسك بقى ايه واحده واحده عشان فاضل نقطه صغيره. انترا فاسكولار هيموليسيس ساب لك هيموجلوبين فري في السيروم، خلاص كده، ايزر بقى يقع مع اليورين وايميديتلي يعمل لي هيموجلوبينوريا، اتفقنا؟ اور التوبلر سيلز تاخده ويتحول جواها الهيموسيدرين، صح كده، ويروح واقع بالتوبلر سيلز وبقى هيموسيدرنوريا. كويس تمام، ادي جنب. الجنب الثاني ان في بروتينات موجوده في السيركيوليشن از ا كومبنسيشن عشان خاطر تاخد الفري هيموجلوبين ده وتروح رايحه بيه على السبلين ونعمل له اعاده تدوير، ناخد منه الحديد مره ثانيه. مين البروتينز دي؟ هابتوجلوبين اند هيموبيكسين، اللي لو استهم في الدم في حاله هيموليسيس لقيتهم قليلين ده معناه انهم استهلكوا. كويس كده. طيب لو استهلكوا في خط دفاع ثاني يمسك في مين بقى؟ في الهيموجلوبين. مين ده؟ الالبومين. اوكي كده، يمسك الهيم مع الالبومين يعمل مث هيم البيومينيميا، ادي مركب اهو جديد هيطلع لي واقدر اقيسه في الدم. اوكي، فبالتالي لو جيت لقيت الاتي، في نقص في الهابتوجلوبين والهيموبيكسين وظهور مركب مث هيم البومين، بقى العيان عنده مث هيم البيومينيميا، ده اندايركت كلو على ان في انترا فاسكولار ايه بقى؟ هيموليسيس. يبقى لحد دلوقتي بقى عندي فري هيموجلوبين في السيروم، 2 هيموجلوبينوريا، 3 بعد شويه هيموسيدرونوريا، في الدم استهلكت هابتوجلوبين وهيموبيكسين، وبعد ما استهلكتهم الفري هيموجلوبين كمان راح مسك في الالبومين عمل مس هيم البيومينيميا، وفي الاخر في كلو اخير قوي جدا فظيع، مش هيحصل في كل حالات الهيموليسيس لكن حاله خاصه لو لقيته، لو بصيت على البلاد فيلم، ادي البلاد فيلم اهو كده، ولقيت فيه الشيستوسايتس اللي اسمها هيلمت سيلز، الخلايا المتقطعه، لو لقيت شيستوسايتس جوه بلاد فيل بقى خلاص ده عباره عن انترا فاسكولار هيموليسيس اند ميكانيكال، مش كده تمام. بس يبقى دول شويه الحاجات اللي هتحفظهم اللي وهم سهلين مفيش فيهم مشاكل، اللي لو لقيتهم في الكيس بتاعتك او في الريبورت اللي هو مديهولك اعرف ان هو بيتكلم على انترا فاسكولار هيموليسيس، او لو اتسالت امتى اقول ان في انترا فاسكولار هيموليسيس هتقول هقيس ايه الحاجات دي، فيه هيموجلوبين، هيموجلوبينوريا، هيموسيدرونوريا، هابتوجلوبين وهيموبيكسين، وخلي بالك انهم بيقلوا، مش كده، وظهور المس هيم البوم. كده انا عرفت ايه بقى؟ كده يا دكتور بعد اذنك قول يا يوسف اتفضل. ممكن تقول الحته بتاعه الهيموسيدرين دي تاني كده؟ بص، هي انت القصه كلها ايه؟ ان احنا خايفين من الحديد ده ان يخش الخلايا، ليه؟
الهيموجلوبين ده هيبقى يتحول لهيموسيدرين وده توكسيك للخلايا. كويس كده. من ضمن الخلايا من ضمن الخلايا اللي بتاخد الحديد بارادتها التوبولار سيلز، الخلايا بتاعت التوبيولز بتاعت النفرون. الهيموجلوبين بيقع في اليورين، هي هتروح عامله له ابتيك. كويس. يروح يتحول جواه الهيموسيدرين وتروح تبقى نيكروتك بسبب ده وتقع في اليورين. صح كده. وبقى اليورين ساعتها فيه هيموسيدرين، نسميه هيموسيدرينوري. تمام. ماشي كويس كده. انا لحد دلوقتي بقى عرفت ايه؟ انا عرفت معلومات مهمه جدا. انا عرفت ان في انيميا، وان الانيميا دي هيموليتيك انيميا، وان الهيموليسيس ده از اكسترا فاسكولار ولا انترا فاسكولار. يفضل الخطوه الثالثه بقى اللي هي يا ترى هتكون ايه؟ ايه السبب بقى؟ مش كده؟ ليه في ايه؟ في هيموليسيس. اتفقنا؟ تمام. تمام ماشي اوكي. تعالوا نشوف حاجه كده صغيره. اتفضل يا عمر. طب دكتور، هو دلوقتي لما يبوظ خلايا النفرون أيوة. ده ممكن يعمل ياثر على الكدني يعني في ايوه ممكن بقى. يعمل اي تي ان لو في ماسيف انترا فاسكولار هيموليسيس، يعمل حاجه اسمها اكيوت توبولار نيكروزس، هنشوفها ان شاء الله في النفرولوجي. كويس اوكي. ممكن يعمل اكيوت رينال فيلير لو ماسيف يعني. كويس كويس تمام. تعال نشوف كده سؤال صغير كده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك 17 سنه اولد ميل with G6PD deficiency. اوكي. جاي بتيرنس اند از نوتس تو بي جوندست. These features have developed since he developed a mild chest infection من اسبوع. Which one of the following is the most likely hematological findings؟ خلي بالك هيموجلوبينوريا. على طول. ايه ده؟ لا مش ممكن. هيموجلوبينوريا طبعا. خلاص؟ لا احنا حليناها وحضرتك كنت بتجاوب على سؤال. طيب ماشي. هيموجلوبينوريا فعلا، لانك لو جيت بصيت على دول كده، مين في دول ينفع ايفيدنس على انترافاسكولار هيموليسيس؟ هتلاقي مين؟ الهيموجلوبينوريا. خلاص كده. طبعا لو مين سيل فوليوم ما ينفعش، لان دي نورموسيتيك نورموكروميك. ريديوس ريتيكولوسيتيك كاونت، لا ده زياده. سفيروسايتس، لا مش هنا، هنشوفها بعد شويه. وايه الدايركت انتوجلوبولين تيست ده؟ هنشوفه. بس طبعا اجابه ممتازه جدا والامور ماشيه لحد دلوقتي كويس قوي. تعال نبدا بقى. كويس كده. في ايه بقى؟ في هيموليتيك انيمياس. كويس تمام. فاكر الاسباب كانت بتتقسم لكورباسكولار واكسترا كورباسكولار او هيريديتري واكوايرد. وكانت المشاكل بتاعه الار بي سيز كنا بنقسمها لمشاكل في الممبرين، مشاكل في الهيموجلوبين، مشاكل في الانزيمز. كويس. انا هشرح موضوعين دلوقتي، وهناخد بريك عشان صلاه العشاء، واللي عايز ياكل حاجه، اللي عايز يعمل حاجه، ونرجع تاني. اوكي تمام. تمام. فكنا اتفقنا بقى ان مشاكل الهيريديتري او مشاكل الكورباسكولار كنا بنقسمها يا مشكله في الممبرين، يا مشكله في الهيموجلوبين، يا مشكله في الانزيمز. تمام كده. وكانت مشاكل الممبرين سفيروسايتوزس لو تفتكر، والليبتوسايتوزس. احنا ناخد سفيروسايتوزس ده. كويس. وكان في مشكله ثانيه بي ان اتش. لا ما احنا كده تمام. بص موضوع زوم ده طلع ظريف. بي ان اتش صح كده تمام، ولا قعده البيت بتخليكم تذاكروا؟ مش عارف، بس المستوى ظريف. لا هي قعده البيت حلوه. لا ربنا يستر. فتعالى نتكلم على اول ديس اوردر من ديس اوردرز الممبرين اسمه، وده ابسط واحد وظريف جدا وبتاع، اسمه هيريديتري سفيروسايتوزس. والاسم مفسر كل حاجه. خلاص كده. هيريديتري، هنمشي دايما على التو ايتمز، هيريديتري سفيروسايتوزس. خلاص كده. هيريديتري في شكل اوتوسومال دوميننت، بس هتلاقي جنبه كده كلمه صغيره اوف فاريبل بنيترنس، يعني مش كل الناس اللي عندها الجين هتبرزنت تو ذا سيم ديجري. خلاص. لكن خلينا في المعلومه بتاعت اوتوسومال دوميننت. اوكي تمام. بس مش كل عيان هيريديتري سفيروسايتوزس هتشوفه زيه زي التاني، لان البرزنتيشن مختلف من شخص للتاني. اوكي. لكن اوفر اول اوتوسومال دوميننت، فبالتالي في عامل وراثي كبير في الموضوع، وفي فاميلي هيستوري. طيب ايه اللي بيحصل؟ خلينا نفهم بقى الحكايه. يعني اللي بيحصل ان في مشكله في الممبرين، ويتش بارت اوف ذا ممبرين في ديفكت. خلاص. ديفكت في كذا بروتين، اهمهم بروتين اسمه سبكترين. احفظ بقى الاسم ده عشان اسم مهم جدا اهو كده. ده من مين بقى؟ ده من الاستراكشرال بروتينز اللي بتعمل مين؟ الممبرين بتاعت مين؟ بتاع الار بي سيز. كده الار بي سيز بتنتج. خلي بالك ان عندي جين بايس والجين دايفرس، والجين ده بيخلي فيه ديفكت في كذا نوع من انواع البروتينز، اهمهم واحد اسمه سبكترين، ودي ستراكشرال بروتينز. النتيجه ان في ار بي سيز بتطلع من البون مارو، بتطلع من المصنع، يعني الكواليتي بتاعتها مش كويسه قوي. خلاص. مين بقى وحده ضمان الجوده بتاعت الهيماتولوجي؟ سبلين زي ما اتفقنا قبل كده. مش كده. طيب يروح معديه على مين؟ سبلين. الار بي سيز دي يروح السبلين يلاقي ان في اجزاء من الممبرين السبكترين بتاعها ناقص،
يعمل ايه بقى؟ ياكل الاجزاء دي. خلي بالك كده كده الممبرين صغر، تطلع الار بي سيز سفيروسيتك. ركز بقى معايا، يعني هي كانت عامله ازاي؟ كان هيموجلوبين واخد تلتها، وكان في ممبرين كده ايه كبير وريدكتنت، والهيموجلوبين كده واخد التلت، وممبرين تاني كبير كده عباره عن كيس كبير واخد مين؟ واخد او مغطي يعني الهيموجلوبين ده كله. ايه فايده ان يبقى في ممبرين اكبر بكتير من حجم الهيموجلوبين؟ لو جينا نفكر شويه، خلاص كده كلمه واحده مهمه جدا او كلمتين لو عايز، يعني ان يبقى في ممبرين كبير اكبر من حجم الهيموجلوبين في الار بي سيز كده. الفايده الاولى ديفورمابيليتي، ان هي تعرف انها تعدي وتسكويز، خلاص كده من ايه بقى؟ من سمول فيسلز. ادي واحده. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان هي تقدر تقاوم التغيرات في الاوزموتيك بريشر اللي حواليها، يعني يوم ما تبدا تعدي في حته هايبوتونيك مش كده تمام، يقدر تخش جواها ميه وهي تتنفخ من غير ما تفرقع، في حين ان انت لو عندك ميمبرين صغير على قد بس الهيموجلوبين كده يحصل ايه بقى؟ يحصل ان الديفورمابيليتي ما تبقاش كويسه قوي، يعني ما يعرفش يعدي ويتعصر من جوه بلاد فيسلز. الحاجه الثانيه اي شويه ميه يخشوا فيه يفرقعوا، هي دي بقى المشكله عندي. المشكله عندي مره ثانيه واخيرا ان شاء الله، يعني ان الممبرين بيطلع ديفكتيف في بروتين. البروتين ده اهمهم يعني، او اهم بروتين بيبقى ديفكتيف اسمه سبكترين، او هنقول ان الحتت الزرقاء دي كده عباره عن حتت ديفكتيف في السبكترين ده. هتروح معديه على مين؟ هتروح معديه على السبلين. السبلين يعمل ايه؟ يروح ياكل الحتت دي اهو كده. كده الممبرين بيعمل ايه بقى؟ كده الممبرين بيصغر مش كده؟ فتروح الار بي سيز دي كده طالعه من السبلين عامله ازاي؟ طالعه من السبلين مدوره، الممبرين اصغر اهي، فعشان كده بقت ايه بقى؟ بقت سفيروسيتك. اوكي سيمزي، بس ان في سؤال هنشوف بس مين عايز حاجه. اوكي في مشكله في الصوت؟ لا ما فيش يا دكتور، سامعين هو كويس عندنا. اوكي طيب، يعني لو في مشكله في الصوت يا حد يبلغني يعني على طول. اوكي شيماء او مش عارف مين اللي بيسال، لو في مشكله في الصوت لا صلح عندك بقى، ان الشباب بيقولوا ما فيش مشاكل يعني ان شاء الله. اوكي فيروح الممبرين يصغر. اوكي فتطلع الار بي سيز ايه هو؟ ايه اصغر شكل هندسي ممكن لسطح الدايره؟ يعني انت لو جبت قعدت تصغر اصغر شكل هندسي ممكن ياخده يعني سطح هو ايه؟ شكل الدايره. فتروح طالعه بشكل ايه؟ سفير، دايره كده. عشان كده بقت ايه بقى؟ سفيروسايتس. خلي بالك بقى من حاجه ثانيه. اوكي كده من اضيق الاماكن اللي بيعدي منها الار بي سيز في الجسم فين بقى؟ في سبلين، حاجه اسمها كوردس اوف بيلروس. اوكي كده تعدي فيها الار بي سيز قبل ما تخش على الريس هيموسوليك، ضيقه جدا جدا جدا، وهي مش عارفه تبقى ديفورمبل صح، تروح مفرقعه فيه. فالسبلين دلوقتي بيعمل ايه جوه؟ خلي بالك المشكله جينيتك، المشكله مش في الطحال، ركز بس معايا عشان خاطر الامر يعني بسيط. اوكي في حد عنده جينيتك ديس اوردر والقصه تورث اوتوسومال دوميننت، النتيجه انه بينتج ار بي سيز فيها ديفكت في الممبرين، ديفكت في بروتين اسمه سبكترين. كويس كده تمام، ده واحد من الاستراكشرال بروتين بتاعت مين؟ بتاعت الممبرين بتاع الار بي سيز. النتيجه انها تعدي على السبلين يروح ياكل الحتت دي، فالممبرين يكش 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 يصغر، تروح الار بي سيز واخده شكل سفير. كده بقى في مشكلتين، انها ما بقتش ديفورمبل، فلو هتعدي في مكان صغير هتتحشر وتفرقع. الحاجه الثانيه لو دخل فيها اي شويه ميه، يعني لو عدت في حته هايبوتونيك هترابشر. يا ترى فين بقى المكان اللي هتعدي فيه ترابشر، تتحشر وتتزنق ويخش جواها ميه وترابشر؟ جوه السبلين. فبالتالي السبلين جوه السبلين، فالسبلين هو اللي خلاها سفيروسيتك، والسبلين هو مكان الديستراكشن. خلاص كده خلي بالك ده هيفرق معايا فين قدام شويه في العلاج. بس كده ادي القصه كلها بتاع الهيريديتري سفيروسايتوزيس. هتشوف عيان عامل ازاي بقى؟ واحد عنده فاميلي هيستوري، كويس كده ركز جدا في الكلام ده. اتنين القصه بدات معاه من هو صغير جدا. اوكي كلام القصه دي سينس بيرس بقى من اول ما يبدا ينتج. اوكي فبدات القصه معاه من هو صغير جدا، وعنده جنرال فيتشرز اوف هيموليتيك انيميا، يعني كلينيكال فيتشرز اللي هي عامل ازاي يعني انيميا بالجوندس بالليفا. فاكر الجوندس؟ اقول لك انا حاجه نرسم عينين كده اهو، بالجوندس بالليفر هيباتوميجالي بسبلينوميجالي برسم اهو كده، بالجولستونز مش كده، بالليج ألسرز، وعنده احتمال هيستوري اوف كرايسيس. ده الجنرال فيتشرز بتاعت مين؟ بتاع الهيموليسيس. حلو قوي، ازاي اقدر اقول ان ده سفيروسايتوزيس؟ لان انا عندي هيموليتيك انيميا كتيره هيريديتري،
انت عرفت ان كل الكورباسكولار كوزس هيريديتري وممكن كتير منهم يبدا سنس تشايلد هود اند سو اون. ايه اللي هيخليني اقول ان ده كده ايه بقى سفيروسايتوزس؟ اوكي كده تمام. في الاول خالص هنقول ان دي انيميا وان دي هيموليتيك انيميا وكل حاجه كويس كده تمام ماشي الحال اللي هي جنرال انفستيجيشنز اوف انيميا. اوكي اوكي ثانيه واحده. اوكي اوكي جنرال انفستيجيشنز اوف انيميا وانها هيموليتيك انيميا نفس الرصه بقى اللي احنا قلناها ايه من شويه بالال دي اتش بالريتيكولوسايتس بقى بالبيروبين بالكلام ده كله كويس كده. برضو ستيل بقى عايزين نقرب. هي طبعا الكلام ده هيتكتب يعني لو جات سؤال في الامتحان هتكتب فيتشرز اوف هيموليتيك انيميا في الكلينيكال وتكتبها وتكتب جنرال انفستيجيشنز اوف هيموليسيس وبرضو تكتبها واخد بالك تمام. لكن تعال نشوف ايه الحاجات اللي هتقول لي ان ده اول ملحوظه في السي بي سي لو حد فاكر بقى انك تلاقي المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن نورمال اور هاي. اوكي كده حد عنده تفسير للحكايه ديت بقى؟ اهي نجمه كبيره جدا 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 ومهمه لاي دكتور شاطر. عشان النسبه يعني قلت ما بين اللي هي بتاعت الهيموجلوبين والار بي سيز اللي هو فيها يعني ايوه بالظبط. لان هي القصه كانت ايه؟ القصه كانت كونسنتريشن كده زايد يعني. ايوه بالظبط كانت ار بي سيز عامله كده وادي الهيموجلوبين اللي حصل ايه؟ الهيموجلوبين هو مش كده ككم لكن حجم الار بي سي صغر وانت بتقسم الكونسنتريشن ده كان الكميه في الحجم او على الحجم يعني مش كده. فتلاقي ايه بقى لها مايكروسيتيك مايكروسيتيك بس تلاقيها كمان الام سي اتش سي معدل هايبر كروميك المفروض يعني لو انا هقدر اقول هايبر كروميك. عشان كده بص عايز الصفحه اللي فاتت دي شوف الار بي سيز اللي موجوده تحت دي تعال نشوفها كده. شوف دي كده بقت اغمق ازاي واضحه اوكي. فكل ما بالظبط كده يعني لو فعشان كده احنا بطلنا نقول من زمان بقى حكايه ايه وهايبوكروميك ونورموكروميك بقينا نعبر بايه هو الام سي اتش سي عامل ازاي اوكي ونقول بقى لكن ما بقيناش نقول الحكايه بتاعت هايبوكروميك والكلام ده. فدي اول ملحوظه يعني دي اول ملحوظه خلاص كده تمام. تبص في البلاد انت في الاول بتمشي ازاي سي بي سي بلاد فيلم كويس كده. تبص في البلاد فيلم تلاقي الار بي سي خد الشكل ايه بقى اهي سفيروسايتس مش كده. ادي الاثنين اللي هبص عليهم كده اقول ده كده دي شكلها هيريديتري سفيروسايتوزس صح كده. كان ممكن اقف لحد كده واقول ده كده خلاص هيريديتري سفيروسايتوزس. ليه هكمل؟ لان عندي ديس اوردر ثاني هاخده النهارده ان شاء الله في اخر المحاضره يعمل برده سفيروسايتس كويس. سمعتوا كلكم عن حاجه اسمها مهمه جدا اوتو ايميون هيموليتيك انيميا مش كده. ماشي الاوتو ايميون هيموليتيك انيميا هي كمان تعمل سفيروسايتس كويس. فبالتالي مش معنى ان انا لقيت سفيروسايتس جوه البون مارو معنى كده او جوه البلاد فيلم اسف معنى كده ان دي هيريديتري سفيروسايتوزس اوكي كده. لا محتاج اكونفيرم لان في ديس اوردرز ثانيه بتعمل مايكرو سفيروسايتس كويس كده. هتكونفيرم ازاي؟ عندي طريقتين طريقه قديمه وطريقه احدث وادق. ايه الطريقه القديمه؟ اللي هو الاوزموتيك فراجيليتي تيست اللي هو ايه في اكزامبل ليه كده ايه على الجنب. تعال نشوف ايه حكايه الاوزموتيك فراجيليتي تيست ده بقى. هو هيجيب سيريال دايلوشن يعني التركيزات مختلفه من مين من محلول الملح الايزوتونيك اللي هو 9/10 محلول الملح بتاع المستشفيات ده اللي هو السلاين اللي هو 9/10 واول ازازه هيبقى فيها التركيز العادي 9/10 ويبدا يخفف شويه بشويه يعني 8/10 او 85% 75 70 65 بيضيف عليه ميه عاديه فبالتالي بيخففه. ده ايزوتونيك خلي بالك ده ايزوتونيك يعني زي التونستي بتاعه البلازما كويس تمام. طيب كل ما يخففه بميه نسمي المحلول ايه بقى هايبوتونيك مش كده تمام. طيب ونورمال يحصل ايه؟ نورمال يحصل ان انا احط الار بي سيز هنا اللي هي زيها زي البلازما فما يحصلش مشاكل وابدا اخفف 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 اخفف. هي بتقاوم يعني هي بالرغم من انها موجوده في محلول هايبوتونيك وبالرغم من انها بيخش جواها ميه الا انها ايه بتقاوم لحد رقم معين اهو كده تبدا ترابشر يعني يبدا الهيموليسيس. ومع زياده التخفيف اكتر واكتر اوكي كده يبدا الهيموليسيس يكمل فيبقى في رقم عنده في النورمال بدايه الهيموليسيس اوكي كده ده رقم اللي هو هيبقى اقل من نص في الميه نص من 100 او نص من 5/10 يعني اوكي. ورقم الهيموليسيس فيه يكمل اللي هو الار بي سيز كلها ما استحملتش الهايبوتونستي. طيب العيان بقى اللي عنده سفيروسايتوزس هيحصل فيه ايه؟ هيبدا التكسير ده بدري شويه هنا كده اهو يسموا ده اوزموتيك فراجيليتي يعني الار بي سيز دي
ما قدرتش تستحمل الهايبوتونوسيتي اللي النورمال ار بي سيز بتستحملها. كويس كده، ده اسمه اوزموتيك فراجيليتي تيست. خلاص تاني اتفضل يا عمر. هو هنا دكتور قصده ان يعني الحجم حجم الماء اللي الار بي سيز ممكن تستحملها او يعني استيعابها للماء. ايوه اللي تقدر تخش جواها من غير ما تفرقع. دي معتمده ان يبقى في ميمبرين كويس او كويس. اصلا حجم يعني حجم الميمبرين يشيل اصلا ايه يعني بعيدا عن حاله الول نفسها، يعني المفروض ان هو يبقى الول نفسه قوي بس في جوه اصلا مساحه. ايوه ما هي النورمال ار بي سيز، النورمال ار بي سيز خلاص كده نورمال ميمبرين نورمال فوليوم. تمام اوكي، دي الاجزاء الديفكتيف اللي سبلين شالها اصلا. كويس تمام. فبدانا نخفف اوكي. نورمالي يبدا التكسير عند نقطه بعيده كده، مش مهم الارقام، يبدا هنا كده، يبدا اوكي كده وبعدين يكمل هنا اوكي. في الار بي سيز الفراجايل اللي هي في حالتنا دي بقى المايكروسفيروسايتس، هيبدا التكسير بدري شويه وبعدين يكمل هو كمان ايه بدري، فيسموا ده اوزموتيك ايه فراجيليتي تيست. بس لاحظ حاجه كمان انا قلتها من شويه، ان ده كمان يحصل مع اي سفيروسايتس اوكي كده. لا مين بقى اللي هيقول ان ده هيرديتري سفيروسايتوزس غير ان القص بقى فاميليال وغير ان هو بدا من هو صغير شويه؟ الموليكولار اناليسيز للجين اسمه سبكترين جين. مولكولر اناليسيس هو ده اللي تختاره، هو ده اللي هيقول لك ان دي هيريديتري سفيروسايتوزس، لان انا عندي ديس اوردرز كتيره في الهيماتولوجي تخلي فيه ايه سفيروسايتوزس، لكن عشان يبقى هيريديتري سفيروسايتوزس تعمل مولكولر ايه اناليسيس. كويس، فعندك ايه اربع كلمات لازم عليهم كده هايلد، ان في السي بي سي بتاعك يعني لازم تعلم عليهم كده، لان دول هايلد في الامتحان بيجوا كتير، ان الام سي اتش سي زياده شويه، وان في البلاد فيلم فيه مايكروسفيروسايتس، اعمل اوزموتيك فراجيليتي تيست، والاحسن منه اعمل سبكترين جين اناليسيس. طيب تمام، ايه العلاج؟ للاسف لا يوجد علاجات. خلاص كده تمام، لكن ممكن نعمل ايه في السيفير كيسز؟ نضحي بالسبلين. خلي بالك ان السبلين هنا ضحيه، هو نورمال واخد بالك، لكن السبلين كان مكانه ايه او دوره ايه من شويه لو تفتكر؟ السبلين كان هو اللي بيخليها سفيروسيتك، والسبلين هو كان اكبر مكان للتكسير مش كده، فيحصل ايه يروح شايل السبلين. كويس، فالار بي سيز تعيش عمر اطول شويه اوكي. ده في السيفير كيس هعمل سبلينكتومي. سبلينكتومي ده اوكي، او ان احنا نشيل الطحال ده اوكي كده، ده مش علاج اوكي، هو بس ده مكان التكسير اوكي، وده اللي بيحصل فيه التغيير في شكل الار بي سيز ويخليها سفيروسايتس. فاحنا هنشيل الطحال عشان نقلل معدل التكسير شويه، بس ما تنساش دايما في المنهج اول ما تقول سبلينكتومي تروح لازق عليه على طول ايه او جنبه vaccinations ضد، والنهارده هشوف الحكايه دي كتير، ضد مين بقى؟ الهيموفيلس ايه انفلونزي والستريبتوكوكس نموني والمننجوكوكاي اوكي كده تمام. وبلاش نشيل الطحال بدري ان تشال دوت، لكن على اي حال هنشيل السبلين تضحيه بيه وندي معاه كمان الفاكسينيشنز. اتفضل عمر مره ثانيه. يا دكتور، هو هنا الكون الار بي سي اصلا السبكترين فيها قليل، ده بدورها في ايه بعيدا عن ان الطحال بيكسرها؟ يعني هتعمل ايه؟ يعني يكون ان السبكترين نفسه قليل في الار بي سيز اوكي كده، في كده يعني اللي بيضر في كده غير ان السبلين بيكسر؟ لا، هو الضرر الاساسي في ان السبلين بيخليها سفيروسيتك ويكسرها، فلو شلت يعني الطحال لولا بالظبط، يعني لولا دور السبلين هنا ان هي الار بي سيز هتعيش عادي وهتفانكشن. ايوه بالظبط كده، يعني انا اشيل الطحال فالقصه تخف شويه، لكنه مش كوس، وفي نفس الوقت السبلين مهم في الجسم اوكي. اوكي انا كده، يعني بدل ما اخد مشكله هيريديتوري خدت مشكله سبلين عشان اعرف اتعامل معاها. بالظبط ماشي. عايز اتفضل. عايز يا دكتور حضرتك قلت هتخلص ده ونصلي. ممكن اخلص الموضوع الجاي عشان نبدا موضوع جديد بيور؟ ماشي براحتك يا دكتور، انا بس بفكر. لا انا عارف بس انا عارف. لا انا قلت اخلص موضوعين، فاديني 10 دقايق كمان عشان الموضوع ده مهم وابدا موضوع جديد خالص بقى. كويس كده تمام، بعد البريك احنا كده يعني قربنا على ساعه وده كويس قوي اوكي. تعالى ناخد الديس اوردر الثاني بتاع الممبرين اللي اسمه بي ان اتش باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. خلاص كده ركز بس كده معايا واحده، احنا اتفقنا ان ده ديس اوردر في الممبرين يعني كورباسكولار كوز، لكن فرق ايه ده عن باقي الكورباسكولار كوزز؟ اكوايرد يا دكتور. انه اكوايرد الله يخليك. اه ده مهم جدا. انت شفت السفيروسايتوزس ده membrane disorder hereditary مش كده؟ ده acquired disorder. في كلمة تانية، كلمة hemoglobinuria خلاص توحي بإيه بقى؟ hemoglobinuria
انتروفاسكولار. يبقى انت شفته، خلي بالك الموضوع هيتضح جدا لان انت ماشي معايا اهو بتشوف واحد واحد الديس اوردر فين وبيتكسر فين وهو عامل له فحوصات ازاي، واخد بالك؟ في الموضوع ظريف جدا يعني واحنا ماشيين. فالبي ان اتش، بي ان اتش كورباسكولار كوز لكنه اكوايرد مش هيرديتري، خلاص كده تمام. وانتروفاسكولار بس بقى قصه لازم تصحى لها جامد جدا، هي الحمد لله ما عندناش يعني، احنا مش عندنا في مصر الحكايه ديت يعني، ويقولوا ان هي اكتر في الجويش كوميونتي عند اليهود، كون ان هم يعني قافلين على بعض قوي وبيتجوزوا من بعض بس والحكايه دي، فعندهم الحكايه دي اكتر شويه. لكن اوفر اول يعني جت عندنا في امتحانات الفيوم كيسز مرتين، اوكي البي ان اتش اوكي فيها بس تكه صغيره، تعال نفهمها والامر بسيط خالص. القصه اكوايرد ميوتيشن هتبدا فين بقى؟ عارف البلوري بوتنت ستيم سيلز اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول خالص، اللي هي الخليه الام اللي هي كانت بتعمل مالتي لينيج مش كده، تعمل ايه بقى؟ ليمفويد لاين ومايلويد لاين، الخليه الاولى خالص اوكي. لسبب ما، لسبب ما ما نعرفوش لسه لحد دلوقتي مش واضح يعني، ناس بتتكلم على ايتيولوجيز كتيره بس يعني السبب مش واضح قوي، يحصل فيها ميوتيشن. طيب لما يحصل فيها الميوتيشن النتيجه ايه؟ عندي بقى ايه حاجتين كبار زائد اضافات جايه بعد شويه. اول حاجه تنتج خلايا، تنتج خلايا بلاد سيلز يعني ناقص من على سطحها بروتين. ما تنساش ان احنا بنتكلم على disorder of the membrane، واخد بالك؟ تمام. طيب هتنتج خلايا الممبرين في ايه بقى؟ ناقص من على سطحه ممبرين. ممبرين احفظ بقى الاسم ده، CD55 وCD59، كويس قوي. لاحظ كلمه CD ده اللي هو اسمه cluster of differentiation، ده عباره عن ايه؟ ده الختم اللي موجود كاننا هنشبهه كده على سطح الار بي سيز، عشان لما تعدي الكومبلمنت او الاميون سيستم ممثلا في الكومبلمنت سيستم يتعرف عليها ان دي سيلف بروتينز، دي بتاعتنا، واخد بالك انت ازاي؟ فيعديها اوكي. طيب بدات انت تستنتج بقى الحكايه. طيب افرض ان الار بي سيز او خلايا الدم، خلينا نتكلم على الار بي سيز دلوقتي، نازله من البون مارو خلاص بسبب ميوتيشن موجود في الخلايا الام البلوريبوتنت ستيم سيلز، مفيش عليها البروتينز ديت. النتيجه ايه بقى؟ ان الكومبلمنت هيقابلها هيتعرف عليها انها نون سيلف، لان ال CD 55 وال CD 59 اللي الكومبلمنت بيعرف ان دي بتاعتنا مش كده، ما بقاش موجود. النتيجه ايه بقى؟ ان الكومبلمنت يكسرها، فيبقى فيه هيموليتيك انيميا. لاحظت كسرها فين بقى دلوقتي؟ انتروفاسكولار مش كده، جوه السيركيوليشن. الار بي سيز ماشيه جوه السيركيوليشن، الكومبلمنت قابلها مش كده، لقاها ما عليهاش ال CD 55 وال CD 59، فكر ان هي فورين، راح مكسرها، بقى فيه هيموليسيس. بس في ايتم تاني مهم جدا وتالت ورابع لسه هنشوفه، ان تاثير الكومبلمنت اكتيفيشن على البليتليتس بيختلف. اوكي كده ايه اللي بيحصل بقى؟ غياب السيرفس بروتينز دي وتفاعل الكومبلمنت او الاميون سيستم مع البليتليتس بيعمل لها اندكشن، اوكي كده بيعمل لها اكتيفيشن. المشكله هتبقى في ايه بقى؟ هايبر كواجولابل ستيت اند ثرومبوزس. يا نهار ابيض، مشكله كبيره. خلي بالك بقى عشان ده الكي بتاعك، كويس كده؟ يوم ما تعرف ان في هيموليسيس بلس ثرومبوزس، كويس كده، اعرف على طول انه بيتكلم على احتمالات صغيره منها اولها دلوقتي البي ان اتش، كويس كده. هقول لك انا كل حاجه، اتفضل. تعرف في حد عايز سؤال؟ ماشي اوكي. بص كده، انا ازاي اعرف ان هو بيتكلم على، يعني انا كنت ازاي عرفت ان هو بيتكلم على عيان عنده هيرديتري سفروسايتوزس؟ اللي فات ده ادالك ان العيان عنده فاميلي هيستوري، وادالك ان هو من هو صغير وام سي اتش سي عالي وسفيروسايتس والكلام ده، خلاص كده تمام ماشي الحال. ازاي اعرف ان هو بيتكلم على بي ان اتش؟ يعني ازاي اعرف ان هو بيتكلم؟ اول كلو انيميا، هيموليتيك انيميا ويز ثرومبوتيك ايفنت. يعني مثلا الاشهر ان يبقى ايه، او اللي يتكتب في الكتب واللي يتشاف يعني، ان يبقى العيان عنده هيموليتيك انيميا بص كده ويز دي في تي، فينوس ثرومبوتيك ايفنت اكتر يعني. او بقى الاشهر ان العيان يبقى عنده ايه، هيموليتيك انيميا ويز باد كياري سندروم. عارف انت باد كياري سندروم اللي هو اوكلوجن اوف ذا هيباتيك فينز، واخد بالك كده اهو، يبقى دي الفينز كده والهيباتيك فينز دي تتقفل اللي راح للانفيرو فينا كيف، او البورتال فين يتقفل اوكي كده اهو كده، ثرومبس هنا او ثرومبس هنا او دي في تي، خلاص اهو كده، لو دي رجل كده او دي في تي، ده الكي بتاعك. ليه حصل ثرومبس؟ ليه حصل ثرومبس؟ يقولوا بقى ان لما الكومبلمنت يبقى اكتيفيتد اجينست الار بي سيز اللي ما فيش عليه على سطحها، يعني الايدنتيفيكيشن بروتينز دول اللي هم سي دي 55 وسي دي 59 روح مكسره، كويس كده. لكن لما الكومبلمنت يتفاعل مع البليتليتس يعمل لها اجريجيشن، يعمل لها اكتيفيشن، واخد بالك، فتروح تتكون ثرومبس. فاللي انا عايزك تعرفه
ان البي ان اتش از ا هايبر كواجولابل ستيت. كويس، ده مهم جدا جدا جدا. انا استاذنكم في حاجه صغيره، اللي عنده سؤال ممكن بس بعد اذنكم يكتبه عشان خاطر انا ايه وهجاوب عليه، بس خلينا ناخد الخط عشان احنا مركزين في خط معين. اوكي كده تمام ماشي الحال، وقبل ما امشي هنجاوب على كل حاجه. بص بقى، فيبقى انا عندي دلوقتي هيموليسيس وعندي كمان ثرومبس اتكونت، الاشهر فينوس والاشهر يدي لك بات كاري سندروم، هفكرك لما اروح هناك في الهيباتولوجي ان شاء الله، او بورتال فين او دي في تي. كويس كده. طيب ايه الجنب الثاني من المشكله؟ الجنب الثاني من المشكله ان الميوتيشن ده بيخلي البلوريبوتنت ستيم سيلز مش بس تطلع خلايا ناقص من على سطحها بروتين، لا كمان دي بتطلع عدد اقل من الخلايا، بون مارو هايبوبليزيا، بتقلل التصنيع، مشكله كبيره. خلاص كده. ليه بقى؟ ركز بقى عشان فين ده. يبقى ده هيأجريفيت الانيميا، لان اصبح دلوقتي عندك انيميا لسببين، مش كده؟ عندك انيميا لسببين، عندك انيميا بسبب ان الار بي سيز بتتكسر، وعندك انيميا بسبب ان البون مارو بينتج قليل. حد يعرف سبب ثالث للانيميا في الحاله ديت يعني على مر السؤال؟ الثرومبوزيس يا دكتور. لا الهيموجلوبينوريا، الهيموجلوبين اللي وقع في اليورين ده كان معاه ايه؟ الايرون ديفيشنسي. ايرون ديفيشنسي، اكسلنت يا عمار. طبعا فالانيميا هنا، الانيميا هنا معقده جدا يعني في البي ان اتش. بس اصحى بص، البي ان اتش مرض مش موجود في مصر. خلاص كده تمام. مش معنى كده ان انت مش، غالبا احنا ما بنشخصوش يعني، يمكن موجود واحنا ما بنشخصوش يعني، بس لانه مش في البال قوي يعني، لكن في الامتحانات اسينشال. خلاص بقول لك جه في الفيلم قبل كده تو كيزز، وهتقابله في ام سي كيو، هتقابله يعني البي ان اتش مفيش مشكله. ليه بقى؟ لان لو عايز يلعب في هيموليتيك انيميا هيلعب في البي ان اتش. ليه؟ خلينا نتكلم في حاجه واحد. كان في بقى ايه السؤال، كان حد بعته بيقول هو السي دي 55 والسي دي 59، السي دي دول بروتينات خلايا الدم البوم مارو، ينتج خلايا الدم ويروح حاطط عليها البروتينز دي وتروح نازله السيركيليشن. خلاص كده. ده من سن من الولاده، من اول ما يبدا ينتج يطلع ار بي سيز، يطلع بليفس، يطلع وايت بلس سيلز، ويروح عامل لهم ليبلنج يعني يعلمهم السي دي 55 وسي دي 59 وينزلوا في السيركيليشن عشان الاميون سيستم يتعرف عليهم على انهم سيلف سيلز دي بتاعتنا. خلاص كده تمام. ده من الاول خالص. طيب كويس خالص. لو نزلوا من غير دول، لو نزلوا من... يبدا الكومبلمنت سيستم يتعامل مع دول على انهم نون سيلف، فيبدا يتعامل مع الار بي سيز بشكل انه يكسرها انتروفاسكولار. خلاص كده. طبعا انا لسه هنحط نقطه في نقطه كده والامور هتبقى، ويبدا يتعامل مع البليتليتس بشكل مختلف ان يعمل لها اجريجيشن فيبقى فيه ثرومبوزس. على الناحيه الثانيه الميوتيشن ده اللي حصل الاكوايرد في البون مارو ستيم سيلز يعمل ايه؟ يخليها تقلل انتاجها. خدت بالك؟ تمام. فبالتالي عدد الار بي سي يقل، عدد البليتليتس يقل، وعدد الوايت بلس سيلز يقل، فاصبح في احتماليه ريكورنت انفيكشن. خلاص كده. ركز بس معايا عشان كل ايتم من دول فيه كلمه. الثلاثه قالوا مع بعض يعني نقص ار بي سيز ونقص بليتليتس ونقص وايت بلس سيلز، الثلاثه قالوا مع بعض ده اسمه بان سايتوبينيا. كويس كده. طيب نقص انتاج الار بي سيز اصبح فيه اجريجيشن اوف انيميا، نقص انتاج الوايت بلس سيلز بقى فيه ليوكوبينيا، نقص انتاج البليتليتس عمل حاجه خطيره جدا بقى. ايه بقى؟ ثرومبوتيك ايفنت ويز ثرومبوسايتوبينيا. احفظ دي بقى الله يخليك. احنا يعني عايزين من النهارده نبدا نعلى كده في الهيماتولوجي ونروح لليفل ايه، ليفل عالي جدا كده، وتبقى انت يعني نجم جدا. اوكي. حد يحصل فيه ثرومبوتيك ايفنت وتعمل السي بي سي تلاقي بليتليتس قليله، واحد اول احتمال هتلاقيه هوت مين؟ البي ان اتش. واخد بالك؟ تمام كده معايا. اكتب يعلم على الكلام ده، احنا مش بس يعني متفقين من اول السنه ان احنا مش جايين نقرا الكلام بس، لكن بس نفتح الحاجات الصغيره دي. اوكي. فهتبص تلاقي ايه ده عيان وعنده دي في تي ولا بات كاري سندروم، وبعدين الهيموجلوبين بتاعه مش عارف 6 ولا 7، وبعدين لاحظت كمان ان في السي بي سي البليتليتس بتاعته اقل من 150,000 بس على طول. ده ايه بقى؟ ده ثرومبوتيك ايفنت في وجود ثرومبوسايتوبينيا and the hemolysis DBNH. يبقى مش كل الاحتمالات، لسه في احتمالات تانية جاية يبقى فيها thrombotic event و thrombocytopenia. بس أرجوك علم على دي علامة مهمة جدا عشان تبقى شاطر خالص خالص. تعال بقى نكمل وخلاص الأمر بقى إيه بيخلص. clinically بقى العانب عنده features of intravascular hemolysis، يعني الهول مارك بتاعه أنيميا with dark urine هيموجلوبينوريا، لأن الهيموجلوبين زي ما اتفقنا بقى free في circulation، وقع فين؟ في اليورين. بس إمتى؟ يعني خلي بالك من الاسم كده، باروكسيزمال نوكتورنال. خلاص كده. هيموجلوبينوريا باروكسيزمال يعني في شكل اتاكس، ونوكتورنال دي هتكلم عليها دلوقتي. في شكل اتاكس ليه؟ قالوا لما يبقى الكومبلمنت اكتيفيتد، يقولوا ان حكايه ان البي ان اتش دي
اللي هي اللي بيحصل الكلام اللي فات ده، ان الكومبلمنت مش طول الوقت اكتيفيتد اجينست الار بي سيز، وان لما يبقى الكومبلمنت اكتيفيتد ساعتها يبقى يحصل مين بقى الهيموليسيس. خلاص، وايه اشهر السيتويشنز، ايه اشهر السيتويشنز اللي يحصل فيها اعلى اكتيفيتي للكومبلمنت في جسم الانسان؟ اوكي، لما ينام، لما ينام بالليل. اوكي، ويقولوا ان ده له علاقه بالاسيدوزس، يعني ان الشخص لما يجي ينام فبيبدا يريتين شويه سي او 2 فيبقى عنده سام ديجري اوف اسيدوزس، والاسيدوزس ده يروح ياكتيفيت الكومبلمنت فتكسر الار بي سيز. فيحصل ايه بقى؟ ان اول يورين الصبح يبقى دارك. فهمت ازاي؟ يعني هو طول الليل بيكسر، فاول يورين الصبح يبقى دارك، فسموها ايه بقى؟ باروكسيزمال، لانه مش طول الوقت مع الاكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت. ونكتورنال مش معناها بالليل، معناها ان هو بيكسر بالليل، لكن اول ساين ان اليورين بتاع الصبح يبقى ايه بقى؟ يبقى دارك. كويس كده؟ فبالتالي عيان بيحصل له انترافاسكولار هيموليسيس مع الاكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت، اللي هو اشهر الموقف يعني لما يجي ينام. يعني لما الشخص ده ينام الصبح بيحصل هيموليسيس برضه ويصحى يعمل هيموليسيس. اتفقنا على كده؟ طيب، الاكتيفيشن اوف ذا بليتلتس يعمل ثرومبوتيك ايفنت في الشكل الابسط بتاعها اللي كنا قلناه المره اللي فاتت، في شكل ايه بقى؟ باك بين، ابدومينال بين بتاع الايه، المايكروثرومباي، كنا قلناها قبل كده في حكايه الهيموليتيك ايه كرايسيس، مع ايه؟ ريكورنت انفيكشنز. اوكي، تعالى بقى نشوف الشكل الاعنف لده، الكومبليكيشنز، الار بي سيز، الانيميا تبقى اجريفيتد كمان بايرن ديفيشنسي. ارجوك اكتب على جنب بقى ان انا عندي ثلاث اسباب للانيميا، الهيموليسيس ادي واحد، نقص الانتاج من البون مارو ادي اثنين، وايرن ديفيشنسي ادي ايه؟ ادي ثلاثه. فبالتالي انيميا قويه جدا، وخلي بالك من الكلام ده انا هعتمد عليه في العلاج. البليتلتس مش جاست مايكروثرومباي بقى، والم في الظهر والم في الدراعات والم في البطن، لا، يحصل فيه ثرومبوتيك ايفنت. يا ريت تكتب جنبه كده as اكتب كده as blood carry syndrome، اكتب blood carry اهو carry syndrome portal vein thrombosis. كويس، DVT. وخلي بالك لما يدي لك ده مع هيموليسيس لحد هذه اللحظه، روح ناحيه مين؟ BNH. طيب بقى شوف بقى المشاكل الاكبر والاكبر، ايه اللي يحصل؟ ان يبدا بقى البون مارو يا اما يبطل خالص بانسايتوبينيا وابلاستيك انيميا، خلاص ما بيطلعش، يا اما الخليه دي بقى الميوتيشن اللي فيها يوديها ناحيه اللوكيميا، فتروح قلب لوكيميا، اكيوت مايلويد لوكيميا، ويبقى البي ان اتش دي بري ليكوميك ايه كونديشن. فخلي بالك موضوع خطير جدا، انيميا قويه جدا، بليتلتس تعمل ثرومبوتيك ايفنت في وجود ثرومبوسايتوبينيا، خلاص كده خلايا الدم تقل كلها، او ايفن يبقى ابلاستيك انيميا، او يقلب ايه، او يقلب لوكيميا. خلاص احنا بقى بنخلص الموضوع، ازاي اعرف ان دي بي ان اتش؟ كالمعتاد نفس الفيتشرز او الانفستيجيشنز بتاعنا في هيموليتيك انيميا، وانها انترا فاسكولار. هل ممكن حد يقول لنا ايه الفيتشرز بتاعت الانفستيجيشنز خلاص اللي تقول لي ان ده انترا فاسكولار هيموليسيس؟ تعالى ندور كده، استنى انا هختار. احمد حسني، اهلا يا احمد، اتفضل يا احمد. يا حسني، احمد حسني، احمد فاصل النت عن نفسه ولا ايه؟ اوكي، المايك عنده بايظ. طيب وقول انت يا محمد. لا بقى مش انا. طيب حد يتفضل. عادي عادي، قول يا محمد. في البلاتفورم عايز يجاوب عمر، يجاوب ماشي. لا ليه ليه ليه، يلا يلا عشان احنا بنخلص اهو. اوكي، في البلات فيلم هيبقى فيه شيستو سايتس. ايوه ماشي، بس مش ده الميكانيكال هيموليسيس، بس ماشي ماشي. عدي وكمل يا محمد. ماشي، في هيبقى في فري هيموجلوبين ان سيرم. ايوه، فري هيموجلوبين يقع في اليورين يبقى اسمها هيموجلوبينوريا. هيموجلوبينوريا، وبعد شويه يبقى هيمو سيدرينوريا. سيدرينوريا 100 100 يا محمد. وفي بروتينات في الدم هتقل، هيبتوجلوبين والهيمو بيكسن. والهيمو بيكسن، ولما يقل يروح الهيموجلوبين يمسك، او الهيم يمسك في الالبومين يعمل مس، في الالبومين يبقى مس البيومين مس لحد كده. ده انترا فاسكولار هيموليسيس، خلاص كده تمام. مين يقول لي بقى ان ده بي ان اتش؟ يعني اعرف ازاي ان ده بي ان اتش؟ خلاص كده تمام. واحد، في اختبارات قديمه نفس القصه واختبارات جديده. الاختبارات القديمه كان هيعمل ايه؟ هيروح جايب عينه الدم ويندوس فيها سلايت اسيدوزس. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل هي اكتيفيت الكومبلمنت، يعني هيجيب عينه الدم بتاعه العيان خلاص كده، ويروح يحط عليها مركب سموه هام تيست، اه اللي هو في الاول ده، هيروح حاطط عليها ري ايجنت اسمه هام ري ايجنت. ده يعمل ايه؟ يخليه اسيدوتك شويه، او يحط عليها سكروز اسمه سكروز لايسيس تيست. خلاص، ده او ده الهام ري ايجنت،
او السكروز تيست الاثنين الاثنين ثانيه واحده في حد بيسال سؤال هو ممكن نقيس ممكن مين ماشي عمر بيقول ايه البط كاري سندروم البط كاري سندروم ده اللي هو اوكلوجن اوف ذا هيباتيك فينز هناخده في الهيباتولوجي الفينز اللي طلع يعني الليفر دخل فيه البورتال فين وطلع منه هيباتيك فينز راح للانفيروفينا كيف لو اتقفلت ده اسمه بط كاري سندروم في حد كمان بيسال انا مش عارف مين بس اعتقد دي شيماء هو ممكن نقيس السي دي 55 ده هنشوفه دلوقتي ممكن طبعا هو ده الايه كويس قوي كويس تمام فكان يعمل ايه يجيب زمان قبل تقدم الامور يعني كان يجيب عينه الدم بتاعه العيان وانديوس فيها اسيدوزس واخد بالك ايزر ان هو يحط عليها ريجنت اسمه هام ريجنت او يحط عليها سكروز فاي اكتيفيت الكومبلمنت خلاص كده فتروح الار بي سي تتكسر يقول لك خلاص يبقى ده بي ان اتش ريسنتلي بقى بيعمل ايه احفظ دي عشان خاطر دي اللي هتتسال عليها بيعمل حاجه اسمها فلو سايتومتري اهي دي اوكي ايه بقى الفلو سايتومتري ده هو جهاز ده الشكل الدياجرام بتاعه اللي تحت ده كده هو ده جهاز بيعدي فيه الخلايا من هنا كده من فوق خلاص وفي ليزر بيم في شعاع ليزر جاي من الجنب كده اوكي والليزر بيم ده بيعدي على الخلايا ويتقري بريدر هنا اهو كده لجهاز كمبيوتر حاجه بقى غريبه جدا يعني لجهاز لديفايس يعني الريدر ده يدي الانفورميشن لديفايس كده يحصل ايه بقى ايه اللي حصل بقى دلوقتي بيقرا السيرفيس بروتينز خلي بالك عشان احنا هنحتاج ده قدام هنحتاجه في الليمفومز وهنحتاجه كتير قوي اوكي اسمه فلو سايتومتري فلو سايتومتري تيوب هتعدي فيها الخلايا قدام ليزر بيم خلاص كده هيعدي ويروح خابط فريدر يروح قاري لجهاز كمبيوتر ويقول له الخليه دي عليها سيرفيس بروتينز نوعها ايه وبالتالي ما عليهاش ايه خلاص كده فنروح نعمل الفلو سايتومتري ده نلاقي ان خلايا الدم ما فيش عليها السي دي 55 والسي دي ايه بقى 59 ده اسمه فلو ده هنا في رقم 9 معلش اوكي ده اسمه فلو سايتومتري يبقى كنت زمان بتعمل الهام تيست والسكروز لايسيس تيست دلوقتي بتعمل حاجه اسمها ايه بقى اسمها فلو سايتومتري اوكي تمام اخر حاجه تعال نشوف هتعالج ازاي لو انت تاخدها من تحت لفوق كده يعني القصه بقى في ميوتيشن موجود جوه مين بقى الهيماتوبويتيك ستيم سيلز دي يبقى الحل النهائي هو بون مارو ترانسبلانتيشن خلاص كده نعمل ابليجن للبون مارو القديم اوكي وروح نحط بون مارو جديد ده اسمه بون مارو ترانسبلانتيشن طيب تمام تعال نشوف لو ده مش هيتعالج اوكي بيتصرفوا ازاي مع الحالات ديت احنا عندنا الاتي عندنا ايه بقى خلايا ادي بون مارو كده مثلا لو هنرسم رسمه صغيره يعني اوكي بينتج بقى عندنا ثلاث حاجات ار بي سيز فيها مشاكل وايت بلاد سيلز فيها مشاكل وبليتليتس فيها مشاكل فيروح الكومبلمنت اهو كده ياتاك كومبلمنت يروح ياتاك ده ويعمل لنا بقى الهيموليتيك انيميا ويعمل الثرومبوزس ويعمل المشاكل اللي انت عرفتها دي كلها هنحل ده ازاي واحد هات من هنا كده بون مارو ترانسبلانتيشن اثنين لو انت بتتكلم على الاميون اتاك او الاميون يعني اكشن على خلايا الدم هيستخدم كورتيكوسترويدز اورال بريدنيزولون هاويفر الافيكاسي بتاعه از كويشنبل انت مش دعوه بقى بكويشنبل دي واخد بالك يعني ايه انت اكتب هنستخدم كورتيكوسترويدز لكن الافيكاسي اي كلام مش شغاله كويس قوي بلوتس السايد افكتس بقى كويس قدامه بقى يشتغل ايه لو مش عامل بون مارو ترانسبلانتيشن هيبدا يشتغل بقى على دول ابدا اشتغل ايه سيمتوماتيك كويس كده طيب ريجاردنج الار بي سيز كان في انيميا تفتكر لثلاث اسباب كويس كانت ايه الاسباب بقى قول لي واحد ايرن ديفيشنس انيميا ايرن ديفيشنس برودكشن والهيموليسيس وفي ابلاستيك الهيموليسيس ايوه الهيموليسيس ايزر يا اما هيصلح من البون مارو يا اما هيدي كورتيزون الايرن ديفيشنسي هيدي ايرن كويس كده نقص الانتاج من البوم مارو ممكن ندي اندروجينز خلاص كده تمام هنلاحظ ان في السي بي سي في الريفرنسز دايما يدوا ان الهيموجلوبين والار بي سيز كاونت في الميلز يعني الرجاله اكتر من الفيميلز وكان زمان بيفسروا ده على السن الفيميلز عندهم منسز ريجولر وبتاعه بيفقدوا وبتاع دلوقتي بقى التفسير مختلف الاندروجينز ان الاندروجينز دي بتستيمولييت الاريثروبويسيس واصبح ده علاج للعيانين اللي عندهم البوم مارو مش بينتج كويس ممكن استخدم اندروجينز والاندروجين ده يروح مخرج شويه ار بي سي زياده شويه الحل طبعا اللي في كل الانيميز ايه بقى ان احنا نعمل ار بي سي ترانسفيوجن لو كان انديكيتد كويس طيب بالنسبه للوايت بلاسز القليله وحكايه الانفكشنز دي هنعمل ايه ندي له انتي بايوتيك بروفيلاكسيس ونسكرين على طول في الانفكشنز ونعالج اي انفكشن كويس طب بالنسبه للبليتلس بقى والثرومبوتيك ايفنت وبتاع هندي له انالجيسكس اند انتي
coagulation. Analgesics and anticoagulation. منار بتسأل، اتفضلي يا منار. دكتور معلش، هو الـ RBCs هعملها transformation transport هنقله يعني RBCs، هو بيبقى بشكل attacks يعني الديزيز ده اصلا ولا بصي الحقيقة ان الناس بتتكلم على ان كلمة paroxysmal دي كلمة مش دقيقة قوي، خلاص كده. الباروكسيزمال في السيوري وفي الطب وفي الكتب ان هو في شكل اتاك، ان ده ايبيسودك ديزيز، واخد بالك؟ في ناس بتتكلم ان الكرونيك فورم، ان مع مرور السنين ده بيبقى كونتينيوس، لكن البيزك في الليترشر نقول ان هو في شكل اتاك. كل ما الكومبلمنت يبقى اكتيفيتد نروح يعمل الحكايه دي ويكسر الار بي سيز. فهل ممكن الار بي سيز بقى اللي انا اديتها له دي تتاثر بحكايه؟ لا مش هتتاثر. ليه؟ خلي بالك الار بي سيز اللي انا اديتها عليها سي دي 55 وعليها سي دي 59، بس الفكره في حاجه ان الار بي سي اللي انت اديتها دي ليها عمر برضو، هيخلص وخلاص كده، واخد بالك؟ تمام. طيب في حد بيسال هو ليه بيحصل لوكيمياز؟ تاني احنا اتفقنا ان في ميوتيشن بيحصل جوه البلوريبوتنت ستيم سيلز ده، والميوتيشن ده هو اللي هيؤدي للمسارات دي كلها. الميوتيشن هو اللي هيؤدي انها تطلع خلايا قليله في سي دي 55 وهي هتؤدي خلايا قليله في العدد، ممكن تقلب اصلا انها ما تطلعش خالص او تقلب لوكيميا، خلاص. كل ده بسبب الميوتيشن اللي حصل جوه البلوريبوتنت مين ستيم سيلز. دكتور معلش، قصه الاندروجينز عشان ما خدتش بالي، معلش. طيب هو مين اللي بيسال؟ انا خالد مش عارف. حبيبي اورك يا باشا. اهلا سعيد الفاضل. بص يا سيدي بص الاندروجينز كانت ملحوظه زمان، يعني ان الريد بلاد سيل ماس الكاونت والهيموجلوبين وكذا في الميلز اعلى من الفيميلز، وكان التفسير عشان خاطر الفيميلز بيحصل فيهم منسز وفقد شهر طول الوقت، خلاص كده. وبعدين اكتشفنا ان ده افكت اوف اندروجينز، اوكي تمام. فبالتالي بقى في اوبشن للناس اللي عندهم ديفكتيف او امبيرد اريستروبويسيس، نقص في تصنيع الار بي سيز، ان احنا ممكن ندي ايه اندروجينز يحسن شويه من ايه من التصنيع. هاويفر خلي بالك انها ستيل بتصنع خلايا ديفكتيف في سي دي 55 وسي دي 59، واصبح الحل هو مين بقى؟ بوم مارو ايه ترانسبلانتيشن. يعني لما هدي اندروجين برضو يعني الار بي سيز اللي هتتكون برضو هيبقى فيها نفس الديفكت، يعني مش ايوه، بس القصه كلها انك بتقلل من معدل الترانسفيوجن بس. اوكي تمام بس كده، كويس بس كده. هناخد بقى بريك نصلي العشاء وناكل حاجه ونتبسط. ثانيه واحده عشان في سؤال قبل ما نمشي. اوكي احمد ممدوح بيقول لا ما ده ماشي دايما لما حد بيبعت لي برايفت انا بقرا ان بابليك، فما اوكي. ان سفيروسايتوزس افتر سبلينكتومي واي فاكسينيشن اجينست؟ طبعا طبعا طبعا، ده مهم جدا. هو اي سبلينكتومي بيخلي الانسان عرضه اكتر للانفكشن بالكبسوليتد اورجانيزمز، اوكي. زي مين سبيشال؟ يعني الهيموفيلس انفلونزي والستريبتوكوكس نيموني والنيسيريا مينجيتيتس. العيان ممكن يموت، يعني انت شلت السبلين فالعيان ممكن يضاي بسبب نمونيا او بسبب مينينجايتس، لان السبلين اميون افكتور سيلز جدا، اورجان اميون افكتور اورجان مهم جدا اجينست الكبسوليتد اورجانيزمز المعتمد على الفاجوسايتوزس في الدفاع ضدها. فلو شلت سبلين لاي سبب من الاسباب لازم العيان ياخد الفاكسينز ديت. هنقول الكلام ده كتير جدا جدا جدا. عمر عجيزه يتفضل. ايه السؤال يا عمر؟ دكتور عندي سؤال كده. عبد الله الشريم يقول عبد الله هو ايه الهام تيست والسكروز تيست دول؟ الهام تيست والسكروز لاسس تيست ده تيست قديم شويه بنحاول نديتكت فيه ان الكومبلمنت بيكسر الار بي سيز، خلاص. لما الكومبلمنت يبقى اكتيفيتد يكسر الار بي سي، فاحنا ناخد عينه من دم العيان تمام، ايزر نحط عليها سكروز او نحط عليها ريجنت اسمه هام ريجنت، ده او ده بيخلي الكومبلمنت يبقى اكتيفيتد. وتبص والله لو الار بي سيز اتكسرت يبقى الكومبلمنت لما يبقى اكتيفيتد بيكسر الار بي سيز. حلو، ايه الحاله اللي عندنا تعمل كده؟ بي ان اتش، ده كان زمان. دلوقتي بقى فيه مين بقى؟ فلو سايتومتري. تمام يا عبد الله؟ تمام يا دكتور. عمر اتفضل يا عمر. يا دكتور، هو السيرفيس بروتين بتبقى مختفيه تمام من الجسم ولا موجوده بس قليله؟ لا، من الهيمات. طب حلو جدا السؤال ده. مش من كل الجسم، من البلاد سيلز، خلاص كده، من البلاد سيلز. اوكي، مش من كل الجسم. الحاجه الثانيه فاريابيليتي ما بين الناس، ما هو ده اكوايرد ميوتيشن احنا مش فاهمين حصل ليه. ففي ناس هيبقى عندهم بديجري خفيفه، وفي ناس هيبقى عندهم بديجري عنيفه لحد اللوكيميا. اوكي، فده فاريابيليتي ما بين الناس. كويس تمام. اماني بتسال سؤال، هي الار بي مش عارف سي دي سي 55 ناقصه من الار بي سيز بس ولا من كل الخلايا؟ من الهيماتوبويتيك سيلز. ولو ناقصه من كله ليه الكومبلمنت ايه مش بيرياكت مع؟ لا بص كده تمام، الكومبلمنت بيكسر الار بي سيز
والكومبلمنت اكتيفيشن يعمل ثرومبوزس ويعمل اكتيفيشن واجريجيشن للبليتلتس، لكن مش بيأثر على الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز بتتأثر بس بنقص الانتاج من مين؟ من البون مارو. اوكي كده كويس. منار الكالر اندكس هو ده اللي بيعاب يعني لا كلمه كالر اندكس دي بطلناها من زمان، يعني كالر اندكس دي بطلناها من 30 سنه او من 20 سنه فاتت. احنا بنتكلم دلوقتي على MCHC والادق التعبير بالام سي اتش سي اللي هو بيعبر عن التركيز الكونسنتريشن. تمام. في حد بيقول الكومبس تيست بوزيتيف اور نيجاتيف؟ الكومبس تيست جاي الجزء الثاني من المحاضره على طول في الاوتوميون هيموريتيك انيميا. صابرين بتسال افتر سبلينكتومي هيموليسيس اوكير انترافاسكولار ويز ريسك اوف رينال فيلير؟ ممكن يحصل انترافاسكولار في السفيروسايتوزس، هي بتسال ممكن يحصل انترافاسكولار بديجري خفيفه خالص، ممكن يحصل انترافاسكولار بديجري خفيفه خالص. الرينال فيلير يحصل مع الهيموليسيس اكيوتلي ويحصل مع الماسيف انترافاسكولار هيموليسيس. كويس. عمر رفع ايده مره ثانيه، اتفضل يا عمر. لا دكتور انا كنت بقفل بس مثلا. طيب اوكي ماشي ما فيش مشكله. ماشي يا شباب ناخد بريك كده. اوكي هنقول ان ناخد بريك تلت ساعه ماشي عشان نصلي وناكل وكل حاجه ونتقابل ان شاء الله. هبعت لكم اللينك التاني. شكرا لكم جدا، نشوفكم على خير.